مدام الأسئلة، أنا شاب عندي 19 سنة، بحب أتعلم مجالات وبشتغل في أكثر من حاجة عشان أجيب فلوس وعلشان أصرف على نفسي على الكورسات وأتعلمها، وفي بعض الأماكن بيكون فيها إهانة أو مدير مستفز وعاوز يسيطر على حياتي، فأنزل أجازة وأمشي من الشغل رغم إن الشغل لا مواعيد، وأهلي والدي بيني وما بينه مشاكل كثيرة بسبب ده، بيقول لي لازم تتحمل ولازم تتهان علشان تتعلم، وده بيخلي عندي انعزال ما بقتش باخد منه نصيحة. عندي هنا نقطتين يا محمود، انت معاك ان احنا قلنا الموظف ما يرضاش لنفسه عمل مهين، ولازم ان هو لو شاف حاجة زي كده فيها إهانة او تقليل منه ان هو ينتقل منها ويروح عمل اخر فيه قدر من الاحترام وارض الله واسعه. ولكن في نقطه تانية، هي فكره انه مديري بيوجهني، هل هاخد كل حاجه انه لا يا عم انت بتوجهني، لا سايبها لك مخدره وماشي؟ لا، في الحاله دي لازم تمسك نفسك شويه وتتاكد ان هذا الموضوع لازم تصبر عشان تتعلم حاجه. فانت اللي قدامك المقياس ده اللي تحدد هل ده مهين ولا مش مهين، هل هو فعلا بيهني تعالى اقعد انت ايه، لا في الحاله دي لازم نفكر في شغل تاني، ولا ان انا اصبر عشان اتعلم. بالنسبه لوالدك، اهالينا كلهم اللي عندهم تفكير قديم هم اتربوا على الموضوع ده، اللي هو يفضل في الشغلانه طول حياته، بيخاف ينتقل من شغلانه لشغلانه اخرى. فمن فضلك حاول انك تسمع منه، ولكن ما تاخدش الموضوع على صدرك قوي، الانعزال ده مش مطلوب، حاول انك تتعامل معاه بود واحترام وكل حاجه، وخده معاه لان بركه الاهل دي اهم حاجه في حياتك. ما تاخدهاش ان انعزال وقررت اغضب منه لا، بالراحه على اهالينا لانهم عاوزيننا دايما نكون احسن منهم بكتير، فبالراحه وان شاء الله ربنا يكرمك وتتعلم وتكون افضل حاجه. بر والدك، خليك شوف شغلانه افضل استمر عليها، لما يجي والدك ينصحك تمام يا بابا تمام حاضر هاخد، واعمل اللي انت عاوزه، ولكن دايما اسمعه وراضيه، ودايما خلي بالك ان هو بيفكر بطريقة مختلفة عن ان احنا كشباب بنفكر بيها، وربنا يوفقك.